حضرتك كنت بتقول ان في امور اساسيه يجب العمل عليها او قصور معين يجب العمل على تغييره وعلاجه من اجل ان نتطور تطور حقيقي في الرياضه. ما فيش شك، يعني هو الاهتمام بالنشء والشباب هو حاجه اساسيه، وانا شفت ده الحقيقه من خلال من اول الوقت اللي ابتدى يتولى فيه الدكتور اشرف صبحي. الحقيقه انا لا انا مجامل ولا انا زي ما بيقولوا بعرف انافق، انا ما بعرفش انافق، بس عايز اقول ان انا بشكر القياده السياسيه انها قدرت تختار واحد زي الدكتور اشرف صبحي. ليه حضرتك سعيد بتكليفه وباختيار الدكتور اشرف؟ هقول لحضرتك، اولا واحد طالع من تحت مارس رياضه وبطل، مارس قطاع الخاص وقدر يفهم كويس قوي ان التسويق والرياضة من الحاجات الرئيسية ان كلها الرياضة ليست فقط تعتمد على الصور معنا واحنا بنسمع حضرتك. تمام، ده اثناء استقبال سيادة الوزير للسيدة أميرة الفاضل المفوضة العامة بالاتحاد الافريقي اللي بيقع تحتها الرياضة، وهي شريكة لنا في كاتحادية الكونفدرالية الرياضية الافريقية. ده دليل من الدلائل ان هو راجل فاهم. فاول حاجه اول ما قلت له ان الست دي موجوده رحب بيها، واي حد افريقي بيرحب بيه ويحاول ويهتم بالتعاون معاه، ويهتم جدا بالتعاون معاه، واجتمع مع كل الاتحادات الافريقيه الرياضيه وبيساعدهم وبيدعمهم وبيحاول ان هو يعزز من مراكز كل الموجودين. حاجه جديده جدا حضرتك اول مره هتسمعه واول مره بذاعها. الجمعية العمومية لما توليت وتشرفت هنا مثلا في البرلمان، في جلسة البرلمان وعد قدام رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، كان ساعتها سيادة النائب الدكتور سيد فليفل، وعد ساعتها بحاجات، والحقيقة ما عداش 3-4 أشهر لما الحاجات دي تمت. وعلى عكس بعض الإخوة الزملاء السادة الوزراء اللي فاتوا، محدش عارف ظروف الناس إيه، إنما أنا بقول الناس اللي بتحافظ على البلد بشكل يفي بوعوده وكل ما 100% يعد بتقديمه من تسهيلات للرياضة 100%، ومش حاجات شخصية لحد خالص. بنتكلم على البلد، بنتكلم على تأسيس اتحادات أفريقية، بنتكلم على دعم اتحادات أفريقية في عدم التفريط فيها. بقول لحضرتك المفاجأة اللي أنا بقولها النهاردة والأول مرة بعلنها على مستوى الإعلام إن شاء الله، بسبق أم تحدث هذا الـ أما توليت تشرفت بتولي رئاسة اتحاد الكونفدرالية الرياضية الأفريقية في أكتوبر 2015، كان عندنا حوالي 14 رئيس اتحاد أفريقي من مصر. النهاردة بإذن الله إن شاء الله الجمعية العمومية القادمة يوم 9 ديسمبر بالقاهرة اللي بتكون في حضن مصر، ونظرا للمناخ الأفريقي اللي احنا بقينا فيه، هيبقوا 30 رئيس اتحاد مصري للاتحادات الأفريقية. يعني رقم زاد من 19 ل 30. لم يأتي من 14 ل 30. لن يأتي من فراغ. إذا ما كانتش الحكومة في ظهرك زي ما كان بيعمل دكتور أشرف وما زال معانا، إذا ما كانش بيدعم ومعانا في كل حتة، تخطى ضعف الرقم السابق. بالظبط، يعني في دول لأول مرة كان في دورة الألعاب الأفريقية للشباب في الجزائر، أول حاجة عملها لما جه زار الدكتور أشرف عشان يزور البعثة، اجتمع مع رئيس مع وزير الشباب والرياضة في ذلك الوقت اللي كان بقال 13 سنة ولا وزير ذهب إلى الجزائر أو الجزائر جات له. فكانت أحد البصمات الرئيسية اللي قدرت تأثر، لأن رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية من الجزائر صديقي العزيز السيد مصطفى بيراف اللي هو رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية. فكان الحقيقة التلاحم ده احنا محتاجينه، وده ما جاش من فراغ. في رؤية سياسية بتشتغل عليها القيادة السياسية بقاله فترة، ودلوقتي النهاردة احنا لازم ندعم ده، لأن الرياضة هي القوة السياسية. يعني هنا حضرتك سعيد بأن الدولة، حضرتك بتأكد أنها بتقوم بدورها دلوقتي ممثل في قطاع الرياضة في الوزارة وفي وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي في دعم الكوادر المصرية الرياضية في علاقتها الدولية وفي نجاحاتها الدولية، مما لا شك فيه، وده بيدعم اللي بتقوم به القيادة السياسية على مستوى أفريقيا، سواء كان على المستوى الاقتصادي زي ما شفنا الاتفاقيات اللي بتتم والمنتديات، لو المؤتمر الاقتصادي اللي فات، المؤتمر الاقتصادي وغيره من مؤتمر مكافحة الفساد الرياضي الكبير اللي اتعمل، منتدى الاستثمار من أجل أفريقيا، وهكذا. كل الأنشطة اللي بتتم دي كلها بتدعم بعضها، نتيجة لأنها بتعيد مصر لريادتها بشكل آخر وبأسلوب جديد.